وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز قول يا أخي للكافر؟ أسأل الله العافية. يا أخي للكافر ما يجوز، هذا ليس أخوك، هذا ليس أخوك. المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، ما المؤمنون ليسوا إخوة للكفار. نعم، قد يكون أخا له في النسب فقط، أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخاهم في النسب ما هو أخاهم في الدين. نعم.